لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مش فاهمة يا إبراهيم، أنت ليه بتربط نفسك بيه؟ أنا قريت قضيتك وشايفة إن أنت اتخذت في الرجلين. والله يا أنسة هدى، من ناحية اتخذنا في الرجلين فإحنا الاتنين اتخذنا في الرجلين، بس هنعمل إيه بقى؟ المفتري عليه ربنا. الافتراء إن أنت تفضل ماشي رجلك على رجله لحد ما هيوديك في داهية وأنت مش ناقص. أنت غلبان يا إبراهيم. والله من ناحية الغلب يا أنسة هدى، سليم بدا يعني راجل ابن أصول وابن ناس ومحترم، وفي نفس الوقت برضه غلبان. كلنا غلابة يا ابني. امسك يا سليم. بسم الله الرحمن. تحلف يا سليم على المصحف إن اللي أنت حكيته لنا ده كله صحيح وحقيقي، وإنك بريء من التهم اللي أنت هربان منها؟ يا شيخ صالح. هدى، تحلف يا ابني؟ أحلف يا عم الشيخ، والله العظيم. لا، تقول بسم الله الحق الذي يحاسبنا بالحق، بسم الله العدل الذي يحاسبنا بالعدل. أحلف بالله الحق إني ما قلتش غير الحق، وكل التهم اللي عليا دي أنا بريء منها. وأنا مصدقك يا ابني. أنا مش مصدقاك. هتقعدوا معانا علشان حلف؟ قالوا للحرام احلف. من خدعنا بالله انخدعنا له يا هدى. شوف يا ابني، انتوا ليكوا عندي حق الضيافة 3 أيام. لو لا سمح الله اتضح انكم بتكذبوا، يبقى هما 3 أيام وبس. انما لو طلعتوا صادقين ساعتها نشوف هنبقى نعمل ايه. يلا ربنا يا عم صالح، احنا ما كذبناش عليكم في ولا كلمه من اللي قلناها. اه والله يا عم الشيخ صالح، هو ده اللي حصل بالظبط اللي قاله لك سليم بيه. وانت راجل بركه وبتاع ربنا، ولو احنا بنكذب عليك اكيد قلبك هيحس. حاسس يا ابني، وعشان كده انا مصدقكم. يلا بينا يا هدى. ما تبقيش عبيطة يا هدى. انا عبيطة يا عم صالح؟ امال يعني قصدك ان ابوكي هو اللي عبيط والناس بتضحك عليه؟ لا العفو طبعا، ما اقصدش اقول كده، بس بصراحه بقى الناس دول بيستغلوا طيبتك يا بنتي. هم اللي عبطوا وبيضحكوا على نفسهم. مفيش حد يقدر يضحك على ربنا. يعني ايه؟ ربنا يمهل ولا يهمل، واللي فرحان بغلطه النهارده بكره يندم عليه. يعني حضرتك شايف انهم كدابين؟ بالعكس. برضه هتقولي حاسس؟ الإحساس نعمة يا بنتي، والعقل برضه نعمة. وادي انت قريت اللي عملوه مع الست اللي كانوا قاعدين عندها. ايوه ممكن يكون ده حصل. والبنت الغلبانة اللي ربنا بعتهم لنجدتها في الطرب لما كانوا بيهربوا، جايز يكونوا مش كدابين في ده، بس سليم في الأصل مجرم. اخص عليك يا هدى يا بنت، ده انا كنت فاكرك اذكى من كده. بقى في عقل يقول ان في مجرم مفتري يغامر بنفسه في ازمته عشان يغيط الولايه؟ مش عارفه، دايس. كل شيء جايز يا بنتي، بس الناس دول فيهم خير، وظهر مره واتنين وتلاته، ولو كان عندهم غلط شايلينه. واجب علينا نبص على الخير اللي جواه، ولا ايه؟ برضو مش عارفة. مفيش حد عارف حاجة يا بنتي، المعرفة بالله ولله وحده. وربنا ألهمني إن أقف مع الناس دول وخلاص. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. أهلا وسهلا، ده البيت كله نور، ده البلد كلها نورت، ده احنا زرنا النبي. يا غاليين يا اللي من ريحة الغالي. تعيش يا ست حنان. أهلا وسهلا يا ست الكل، ابنك زينة الرجال.
انا مش عايزه اقول لحضرتك قد ايه ابنك راجل وسيد الرجاله، يا زين ما ربيتي يا زين ما خلفتي، اللي ربنا يفك كربه يا رب ويردهولك سالم غانم يفرح قلبك. اللهم امين. متشكره قوي يا استحنان. انا مش عايزه اقول لك لولا وقفه سليم بيه جنبي في المصيبه اللي انا كنت فيها انا مش عارفه كان جرى لي ايه. اهو احنا بقى يا ست حنان جايين لك بخصوص الموضوع ده، عايزينك تصوري فيديو تحكي فيه اللي حصل مع هند، وما تخافيش هنقول ان هند كانت متجوزه مصطفى والمشاكل اللي حصلت دي السبب فيها اهله. اصور فيديو؟ طب ما هو ده انا اتصورت صوت البطاقه بالعافيه، وبعدين انا خاف اتصور يعني اقول كلام يعمل لي مشاكل مع الحكومه وسليم بيه هربان. ما تخافيش يا ست حنان، الموضوع بسيط قوي، وبعدين ما فيهوش اي حاجه قانونيه هترجع عليكي. وحتى لو في مشاكل يا بيه انا ما بخافش، خير سليم بيه مغرقني، بس انا يعني خايفه التصوير دوت يعني يعمل مشكله لبنتي، ده ربنا سترها افضحها انا بايديا. على فكره لو على وش حضرتك احنا ممكن نعمل شويه حاجات بالكمبيوتر كده مش هيكون باين خالص. ممكن كمان ما تقوليش اسامي لو تحبي. ها قلتي ايه؟ ماشي اللي تشوفوه، طالما ده في مصلحه سليم بيه خلاص اعمله. كتر خيرك يا ست حنان. خلص اتفقنا. شاكرين قوي يا ست حنان. الو ايه يا سلمى طمنيني عملتوا ايه؟ هايل، يعني الفيديو معاكي؟ طب تمام، على ما ترجعوا انتوا هكون ظبطت الدنيا. ماشي يا حبيبتي، باي باي. صباح الخير يا نسا فريد. صباح النور. صباح الخير. صباح الفل. ايه النور والحلاوه دي يا شيخ صالح؟ ازيك يا سليم؟ ازيك يا عم صالح؟ اظن نمتوا واستريحتوا، وانا الاوان بقى نتكلم في الجد وصريحكم زي ما صرحتوني. يا صلاح بيه انت مش عايز تصدقني ليه؟ انا فعلا ما اعرفش مكان سليم. لا انا المره دي مصدقك. مصيرك تعرفي ان سليم الانصاري في الاخر مش هيلاقي ملجأ غيرك انت. وانت تفتكر ان انا لو عرفت مكان هبلغك؟ لا انا مش متفائل قوي للدرجه دي، بس بتمنى يعني انه لو اتصل بيكي او اتصلت بيه تبقى تبلغي رسالتي الاخيره، طالما الرساله اللي فاتت ما عجبتهوش بلغي ان صلاح الطوخي مش هيسيبه. انا ارحم من غيري بكتير قوي، الوزراء قلب عليه الدنيا وهيجيبوه هيجيبوه، ولو وقع في ايد حد غيري هيضيع. أنا أرحم من غيري. على إذنك. أنا أساساً من الإسماعيلية، جينا هنا أيام التهجير، خدت دبلوم معلمين وتعينت مدرس في البلد. بعد الحرب ما خلصت مرضتش أرجع مع أهلي. ليه بس يا عم الشيخ صالح؟ ده حتى اسماعيليه جميله وجواها حلو. كنت شفت مشيره حبيتها وتعلقت بيها، قلت اقعد على امل ان اتجوزها. واتجوزتها يا عم صالح؟ وعشنا مع بعض 15 سنه من غير خلفه لحد ربك ما رزقنا بهدى. ما شاء الله، ربنا يخليها لك. بس ربنا زي ما بيدي بياخد. مشيره زاد عليها المرض بعد الولاده، اتوفت ودفناها جنبنا هنا وسابتني بطولي مع هدى. وما رجعتش ليها مصالح، على الاقل تلاقي حد يساعدك في تربيتها. واسيب مشيره لوحدها؟ المهم ربنا قواني على تربيه هدى، وفضلت اترقى لحد ما بقيت ناظر المدرسه. اهل البلد كانوا يحبوني لدرجه اني بأم بيهم في كل صلاه وبخطف فيهم كل جمعه. امال ما خدتناش نصلي في الجامع ليه؟ ما انت الامام بتاعي. ما هو من كام سنه كده ابتدوا الناس يتلموا حوالين عطية. مين عطية يا حاج؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت،
وهو على كل شيء. عطية عزام ده كان أخيب طالب عندي في المدرسة، ياما شديت عليه عشان ينصلح حاله، مفيش فايدة. كان عيل شقي من صغره، يعمل مشاكل مع الصغير والكبير، وأبوه عزام العدوي كان أكبر تاجر آثار في البلد. آثار إيه؟ والحكومة فين لو هو معروف قوي كده؟ الحكومة سقطتنا من حساباتها من زمان يا ابني، وكأننا في دولة تانية. لماذا أنا عم الشيخ صالح؟ هو عطية ده عمل معاك إيه بالظبط؟ من كام سنة سمعنا إن ربنا هداه وتلم على شوية مشايخ في بلد جنبنا له أخت متجوزة فيها، وبعدين رجع لنا بهيئة جديدة وشكل جديد وسمى نفسه أبو مصعب، وبعدين لقيته طلع المنبر وبدأ يخطب في الناس ويهديهم لطريق ربنا. قلت له لأ، عاوز تتكلم اتكلم براحتك بس مش على المنبر. فضل يحاربني لحد ما منعني من طلوع المنبر، وبعدين منعني من دخول الجامع خالص. يعني ايه منعك من دخول الجامع؟ هو بيت اهله؟ ما منعنيش عافية، هو وصل الناس انها تبقى كارهة ان اقرب من الجامع. يا ساتر يا رب، معقولة؟ شوية يقول لهم ده مجدف، وشوية يقول لهم شيعي، ومرة درويش. ده انا عملت فصل تقوية للولاد هنا بالمجان، فضل وراء اهاليهم يخوفهم مني لحد ما منعوا العيال تيجي البيت. طب مش فاهم الناس دي بتصدقوا ازاي؟ الجهل والفقر بيخلوا البني ادم يصدق اي حاجة، خصوصا لو الحاجة دي مرتبطة بالاكل والشرب. وهو عطية وراه فلوس ابوه وفلوس مشايخه. يعني الناس ماشية وراه كده زي البهايم من غير ما يفكروا. الناس يا ابني مش عايزة اللي يقول لها طريق ربنا سهل، عاوزين اللي يسودها في وشهم عشان لما يقربوا من ربنا يحسوا انهم عملوا حاجة صعبة وكبيرة. أقول لله يا رب. طب وانت حاج ما سبت لهمش الجمل بما حمل ورحت عشت في اسماعيلية ليه؟ واسيب عطية وابوه ينفذوا اللي في دماغهم؟ هو ايه موضوع ابوه ده يا عم صالح؟ عزام العدوي مستني ان انا امشي من هنا عشان يحفر تحت البيت ويدور على اثار. اثار؟ يعني هو لسه بيشتغل في الاثار رغم ان ابنه استشيخ؟ واكتر من الاول، لان مولانا الشيخ عطيه اصدر له فتوى ان تجاره الاثار حلال، وكل البلد بتشتغل معاه حتى اللي كانوا رافضين زمان. ولما حطان البيت اتشرخت جات لهم على الطبطاب، منعوا اي عامل يجي يشتغل في البيت عندي، وانا راجل كبير زي ما انتوا شايفين ما اقدرش على الشغلانه لوحدي، عشان كده جبتكم معايا هنا. احنا عنينا ليك والله يا شيخ صالح. بس عم صالح احنا مالناش شغل المعمار، ما انت عرفت الليله واللي فيها. يا ابني ايد على ايد نقدر نعمل حاجه، وايد ربنا فوق الكل. أنا ما بقولش إن دي قصدي، حاشا لله، أنتوا ضيوفي سواء ساعدتوني أو ما ساعدتونيش. يا عم صالح إحنا معاك في أي حاجة، بس في مشوار لازم أعمله الأول. مشوار إيه تاني يا سليم بيه؟ إحنا ما صدقنا كأننا شوية. عشان كده كل الناس بتفكر زيك دلوقتي إن أنا مش هعرف أتحرك، ده أحسن وقت أتحرك فيه. وهتتحرك على فين بس يا ابني؟ أقول لك. يا سلام، هو ده الموضوع اللي قلقك قوي كده ومخليك تجيلي المعرض بالنهار ده؟ انت عمرك ما عملتها يا بغي. انت كده على طول ظالمني يا حاج. طب لعلمك بقى، بغض النظر يعني عن اي مواضيع ولا اي حاجه، انا كنت والله العظيم هعدي عليك من نفسي عشان كنت وحشتني. ولا شوف الساعه دول تعملوا معلم مش عليا انا. لغايه دلوقتي انت برضو مش عايز تقدر ساعه ابوك. عين وحشك ايه؟ احنا عايشين في بيت واحد مع بعض. اه يا حاج، ما انت مش واخد بالك، احنا الفتره اللي فاتت دي مواعيدنا مش راكبه مع بعض خالص. تامر اتلم، بطل صياعك في اللي حصل. طب يا حاج، يعني انا بعد اللي حكيته لك ازاي مستهيف الموضوع كده؟ عشان هو اساسا الموضوع تافه. ايه يعني حماد مش عايز ابنه يعرفك؟ عنه ما عرفك يا اخي. وبعدين بيني وبينك بقى، الراجل عنده حق، لان انت معرفتك تشبه ما تشرفش. حاج والنبي سيبك من كيفك في تهزيق في الراحه والجايه ده، وخلينا في المهم. انت عارف ان شاري ده صاحبي الوحيد، وكمان عم حماد ده عشره عمرك وعارف كل بلاوينا. ايه اللي يخليه يقلب علينا فجأة كده؟ زي ما حماد عارف كل بلاوينا، احنا كمان عارفين كل بلاويه.
تشغلش بالك انت. تشغلش بالي ازاي بس يا حاج؟ انا عايز اعرف دماغه فيها ايه. ولا فيها حاجه، وبس قلبه خفيف شويه وبيركب الهواء بسرعه. تلاقي هروب سليم الانصاري ده قاله حبتين بس. يعني هو قاله لوحده يا حاج؟ الصراحه لا، قلقنا انا كمان. بس هيروح فين؟ بصير هو مستمر. الحاجه الوحيده اللي انا عايزك تتاكد منها ان لا سليم الانصاري ولا حماد ولا الجن الازرق يقدر يلمس شعرايه منك طول ما انا عايش. بعدين يا ابني، يا ابني هو انت متخيل ان انا ما كنتش شاب صغير يعني كده وكنت خاربها؟ لا، ده انا كنت خاربها اكتر منك. بس بالعقل، لم نفسك، بلاش وشوميه. تعالى يا اخي شوف اكل عيشك، اكل عيشك ده اللي هيبقى كله في ايدك لما انا اموت. قد الشر عليك يا حاج، ما تقولش كده. ربنا يديك الصحة. أنا عارف يا حاج إن أنا تعبتك معاك كتير. حقك عليا. بس يعني موضوع المعرض والشغل ده إحنا اتكلمنا فيه ياما. خلينا كده أحسن. كان على الغشومية ما تقلقش. عشان أنا اتعلمت من اللي حصل. يا ريت تبقى اتعلمت. اتكل أنا على الله بقى، ماشي؟ مش عايز مني حاجة؟ لا يا حبيبي متشكر. مش عايز فلوس ولا ها؟ عايز فلوس منك كده؟ لا مستور. طيب خد، استنى خد. ما تبقاش تقول لامك ان انا اديتك. حبيبي يا حاج، السلام عليكم. يلا. خد بالك من نفسك يا تامر. حاضر يا حاج. ربنا يسترها علينا وعلى الجميع يا رب. ده كل اللي حصل بيني وبينه. يا جماعه صلاح بنته كده انا عارفه كويس. وجو الحنيه اللي هو عامله ده مش داخل عليا خالص. وبعدين هو حقاني صحيح، بس ما يعرفش ابوه في الشغل. والدنيا مقلوبه عليه بسبب ان هو مش عارف يجيب سليم. والعمل ايه بس يا ابني؟ والله في رايي افتكر ان احنا المفروض نكمل في اللي احنا ماشيين فيه. على الاقل نعدل الدفه شويه. عارفين ممكن نعمل ايه كمان؟ ايه؟ نجيب البنت اللي سليم انقذها من الاغتصاب في المقابر، ونعمل لها فيديو مع الفيديو بتاع حنان. دي هنجيبها منين دي؟ لا ما تقلقيش، انا عارف اتصرف في الموضوع ده كويس. تفتكر يا ابراهيم سليم سابك وهرب بعد ما عرف ان انا كشفتكم؟ ازاي بس يا انسه هدى؟ هو لو نيته يهرب كان هياخد معاه الشيخ صالح. ليه لا؟ ممكن يكون خد معاه الشيخ صالح علشان يهربه من الكمين، عشان ابويا عارف الطرق هنا كويس، وبعد كده هيسيبه ويهرب. ما هو ظابط. لو مؤاخذه عني في دي الكلمه يا انسه هدى، هو انت ليه مش طايقه سليم بيه وقرشة ملحته كده؟ عشان ظابط يا ابراهيم، وانا ما بحبش الظباط، بالذات لو جبابره زي صاحبك. طب يعني هو انت ليه مش مصدقاه رغم ان والدك الشيخ صالح مصدقه؟ والدي راجل طيب قوي، بيحب الناس، كل الناس يا ابراهيم، وياما حصل له مشاكل بسبب تبته دي. طب وانت ليه ما طلعتيش زي والدك؟ عشان انا شفت المشاكل اللي حصلت له من الناس بسبب تبته. يعني انت لسه مش مصدقه سليم بيه لحد دلوقتي؟ معرفش، ممكن يكون اللي قاله ده حصل فعلا، بس هو زي كل الظباط، ممكن يكون لامم نفسه عشان المصيبه اللي هو فيها دلوقتي، انما صدقني اول ما يخرج منها هيرجع انيل من الاول. اللي صحيح هو انت عرفتينا ازاي؟ من الفيسبوك. اصل انا متابعه قصه زياد الله يرحمه من الاول. الله يقطع الفيسبوك وسنينه، والله ما مودي الناس في ده غير الفيسبوك واللابتوب والبلاوي السودا دي. ايه اللي انت بتقوله ده يا ابراهيم؟ ده بيجيب لك الدنيا كلها وانت قاعد، بتعرف كل حاجه بتحصل وانت قاعد في مكانك، سياسه، فن، طبخ، كل حاجه. ايه يعني ده قناه اخبار يعني ولا جراب الحاوي؟ تقدر تقول كده. بص مرين. في ايه؟ في ايه يا ابراهيم؟ لا اله الا الله، حاجه تقطع القلب. انا مش عارفه اخره النيله الارهاب ده ايه. حبيبي يا شرف.
سليم. وحشتني يا سليم. انت كمان وحشتيني قوي. طمني عليك، انت كويس؟ الحمد لله عايش. وحد الله يا ابراهيم، ده مات شهيد يا راجل، هو في حد طايل؟ ادعي له بالرحمه. مسكينه نور اختي، ترى عامله ايه دلوقتي؟ احنا كنا خلاص هيخلص جيش ونجوزهم ونفرح، بس الزهر بقى مكتوب علينا الحزن. مش هينفع اللي انت بتقوله ده، ده ابتلاء من ربنا ليها. خطيبها مات شهيد وانت في نفس الوقت بعيد عنها، ودلوقتي معاها ربنا اللي احسن من الكل. رايح فين يا ابراهيم؟ رايح فين يا ابراهيم؟ انت رحت فين؟ هحكي لك على كل حاجه بعدين. المهم دلوقتي انا عايز منك حاجه ضروري. قول لي. انا عايز تليفون زياد. تليفون زياد مقفول، وطول ما تليفونه مقفول ما نقدرش نعرف مكانه فين. عارف، بس هيتفتح قريب. ازاي؟ دي بقى شغلتي، بس اول ما يتفتح عايزك تعرفي لي مكانه فين وتبلغيني على طول. وانا هبلغك ازاي؟ هبقول لك تكلميني على اي نمره. حاضر. انت كويس يا سليم؟ والله يا فريد انا نسيت الكويس ده عامل ازاي، عشان كده ما بقتش عارف انا كويس ولا لا. بس كل اللي اعرفه ان انا مش هينفع افضل كده، لازم الاقي حل بسرعه. احنا كلنا مساكتين، وان شاء الله باذن الله ربنا هيظهر الحقيقه قريب. انا بس مش عارفه اعمل ايه مع اللي اسمه صلاح ده. ما تعمليش، انا اللي هعمل. سليم انت ناوي على ايه؟ ما تخافيش يا فريد، مش ناوي على حاجه. المهم دلوقتي طمنيني، أمي وسلمى عاملين إيه؟ كويسين يا حبيبي الحمد لله، اطمن. اطمن. أنت مش عارفة قد إيه وحشوني. اسمعيني بقى كويس، أنا لازم أمشي. تمشي؟ هو أنت لحقت تقعد؟ معلش يا فريدة، أحاول أجي لك تاني قريب. أمي دلوقتي ركزي معايا عشان تعرفي لو حصل حاجة توصلي لي إزاي وتكلميني على إيه. وبعدين بقى شايل الشغل العيال بتاعك ده؟ والله لو حركات العيال دي اللي هتخليكي تنزلي وتشوفيني، انا مستعد اعملها لك على طول. قلت لك اعصابي تعبانه، رحت اقعد عند ماما كام يوم، رحت انت برضه جاي لي في اول يوم. اعمل ايه يا انجي؟ وحشتيني. يا سلام. والله العظيم وحشتيني. من ساعه ما نزلت من البيت وانت وحشاني. لو وحشتك بجد ما كنتش هتزعلني، مش هتخليني اسيب البيت وامشي. حقك عليا. والله ما زعلك تاني قوي. انت كل مره بتقول نفس الحاجه وترجع زعلني برضه. لا المره دي انا جايب معايا دليل. ايه رايك بقى؟ مصدقني؟ بحاول اصدقك، بس عارف لو زعلتني تاني هعمل فيك ايه؟ مش هيحصل. ها تحبي بقى نروح نصرف في حته ولا نروح على طول؟ ايه الامر ده بس؟ يا اخويا ما تروق كده، هو في ايه ده كله؟ وبعدين ما هو المحامي برضك عنده حق، ما يهرب ولا غرف 60 داهيه، هو يعني كان بايده ايه يعمله؟ ما تبقيش غشيمه يا صفاء وعيال الكلام، المحامي ده واحد من البهوات زيه زي حماد ولطفي، يعني ما يهموش غير نفسه. ولو عليه ولا طايقني ولا طايق سيرتي حتى، تلاقيه كمان صعبان عليه نفسه، ان الدنيا جبرته انه يتعامل مع واحد زي. ليه يعني يا اخويا؟ ده انت سيد الناس كلها. ده عندك انت بس يا صفاء. لكن الناس دي زيها زي سليم الانصاري. لو طاروا يخلصوا مني هيخلصوا مني في ساعتها، دولاش بس انا ماسكهم من رقبتهم بالفيديو اللي على تليفون الواد. خلاص، شايل الهم ليه بقى؟ اللي مش شايل الهم هو سليم. ظابط وعامل زي القطط بسبع ارواح. وكل ما افتكر ان انا قاعد كده ومعرفش هو بيدبر لي ابقى هتجنن. يا اخويا ومين عارف؟ مش يمكن وهو عمال يتنطط يمين وشمال كده تجي له مصيبه تاخده، ولا حتى ربنا ياخد اجله وخلصنا منه. سلامة صفصف. كأنك دخلت جوه دماغي يا بنت وعرفت انا بفكر في ايه. فعلا الموضوع ده تمام، وان سليم يقابل وجه كريم. وده بقى ان شاء الله هنعمله ازاي؟ هنفضل ندعي عليه لغايه لما ربنا ياخده ويموت؟ احنا لا زينا دعاء لا بيحل ولا بيربط يا صفصف، بس سليم لازم يموت عشان يشم نفسنا ونرتاح من الهم ده. يوه، وهيموت ازاي بس فهمني؟ هيكون اغلى من اللي راحه يعني.
هيبقى اغلى من الرفاعي. انا كده كده شايل دم. لا يا زنيتي بقى، لحد كده بقى يا اخويا وكفايه، كفايه قوي. مش كفايه لسه فاضل تكه، سليم يموت ويبقى جنب فوره. بس المهم دلوقتي الاقي ازاي، مين هيدلني عليه؟ زغرتي يا ام فوزيه، البت ما طلعتش ليا، خلوا امك تزغرت ياكلوا بالي، البت مش مكتوبه لي. ايه شغل المسحرات اللي انت عامله ده؟ الله، ما بالمره بقى زغرات يا ام زلطه بالمره، ابني كان في جره وطلع بره، خش يا ظبط لي شيشه. ولا انت ما يجيش في الاراخ خير؟ ولو كان في خير كانوا ربطوا الكوبايه في الكولدر. اوعى يا معلم اوعى. ماشي. يعني ايه مشي؟ وازاي تسيبيه يمشي؟ كنت اعمل له ايه؟ اكتفه واضربه ولا اعلقه زي ما بتعلقوا الناس في الاقسام؟ لا يا بنتي، بس كنت حاولت تتكلمي معاه وتقعديه. حاولت والله وما عرفتش، وبصراحة يعني الراجل عنده حق، دي أخته. أنا لازم اتحرك دلوقتي حالا. على فين بس يا ابني؟ يا عم صالح، لو ابراهيم اتمسك في كمين اعرفه مكاني، ولو جم على هنا كلنا نروح في 60 داهية. يا ابني اهدى كده وخلينا نفكر بالراحة. مفيهاش تفكير خلاص. مفيش حد. ده جايز يكون ابراهيم معرفش يتصرف ورجع تاني. تعالى تعالى لازم تدير، قوم. ازيك يا حضرة الناظر؟ بلغني ان انت جبت 2 اغراب اشتغلوا عندك في بيتك، وقلت اجي اعمل معاهم الواجب وافهمهم الوضع في البلد ماشي عامل ازاي. ما البلد ليها كبير برضو، مش كده ولا ايه؟